ذات الطلب فيما يتعلق بالتجهيزات العادية المكاتب وليزورديناتور باش ينطلق بطريقة جديدة. وكيف ما قلت لكم أنا مستعد في أقرب فرصة، ولذلك تم التنصيص على سنة. إذا عندكم ملاحظات وما خدماتش كما ينبغي أن يجب في إطار مرفق عمومي بخدمة عمومية، أنا مستعد نغيرها، أتعهد أمام المجلس. شكرا لكم. تفضل يا لالا. شكرا سيد الرئيس. طبعا كما ورد في جوابكم السيد الرئيس بأنه ثبت ملاحظات في حق الجمعية المسيرة سابقا وهي جمعية الصابرين الخيرية. إذا من حقنا نحن كمنتخبين وأعضاء في المجلس الجماعي لفاس أن نطلع على هذه الملاحظات، هذا من جهة. من جهة ثانية هو كان من باب أولى وأحرى أن الجماعة تفتح عروضا في وجه كل الجمعيات التي تعنى بهذا المجال قصد دمقراطة التنافس بين كل الجمعيات، لا نختار جمعية بذاتها وباسمها هي جمعية إكرام الميت. هناك جمعيات عديدة بمدينة فاس تعنى بهذا المجال. وشكرا السيد الرئيس. السيدة المستشارة، الصابرين تختارت بالإعلان بطلب العروض؟ أنا لا أذكر، غير تنسولك بكل واش الصابرين تختارت بطلب العروض؟ تختارت بطريقة مباشرة على غير إلى عندك جواب مغاير قوله لي. فأنا تنقل لك، أنا قسمت لك بالله وتنقل لك ها هي فيها سنة، إلى عندكم ملاحظات في الدورة فبراير نبدلوها. احنا بغينا ننطلقوا بطريقة جديدة، أنا أعطيتكم هذا الشيء على بلاطة مفتوح، تنقول لك في الدورة فبراير اللي عندكم ملاحظات الأخرى عليها ملاحظات، ملاحظات في التدبير، في التسيير ديال المرفق، شتي شي واحد منين تيطول في شي حاجة راه صافي تيدخل ليه الدماغ. واش غادي دير هي المونوبول تما غادير هذاك؟ هذاك واحد المرفق عمومي ديال الجماعة خصو يبقى ديال المرفق ديال الجماعة، والطول راه تيدير مشاكل. لذلك فالمستودع جديد، خاص الجمعيه تكون جديده. هذه الجمعيه اختيرت بهذه الطريقه لان خصني الامور تمشى من دابا تنطلق. كانت عليها ملاحظات في دوره فبراير موعدونا او في اي دوره مرحبا بكم، وداك الساعات نتفقوا نطلبوا طلب العروض حتى دولي الا بغيتيوه باش ما نكونوا واضحين في هذا الامر. هذا انا تنتكلم معكم بكل شفافيه في الدورة فبراير إلى هذه الجمعية شدات الطريق وخدمات، هي هذيك ما شدتش نغيروها. أعرض هذه النقطة للتصويت. موافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ السيد الكاتب المجلس غير ضبط التصويت عفاك. السيد الكاتب شكرا. نمر للنقطة 19. كلمة السيد كاتب المجلس. المصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بفاس والوثائق القانونية للشركة وتطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالجماعات المحلية، فإن هذه النقطة معروضة على أنظار المجلس للتداول والمصادقة. شكرا. شكرا. إذا أفتح الباب المناقشة. السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس المحترم. هذه النقطة كذلك هي نقطة مهمة، نتمنى على الله أن هذه المحطة تعرف واحد انطلاقة وتزول هذه الوصمة ديال العار ديال هذه المعاملات وديال سوء التدبير والتداخلات اللي كاينة في هذه المحطة هذه. غير بغيت نسأل السيد الرئيس كذلك لأنه وصلتنا ملاحظات بغينا نتاكدوا من عندكم، واش تم اشراك المهنيين في هذه العمليه ديال الاحداث ديال هذه الشركه؟ وثانيا واش التصفيه القضائيه
انتهت باش يمكننا نعقدوا هاد الاتفاقيه او هاد الشركه ديال التنميه المحليه. وشكرا سيد الرئيس. مرحبا سيد الرئيس. مما لا شك فيه ان المحطه الطرقيه ديال باب المحروق تقوم بدور مهم بالنسبه للنقل سواء الى او خارج من المدينه. انا اللي بغيت نعرف مبدئيا وزنا الخصخصه ديال المحطه الطرقيه او الخصخصه ديالها، إذا كانت هناك خصاصة برأس مال اللي هو 1 مليون ديال الدرهم، بغيت نعرف ماذا تمتلك عمالة فاس، لأنه شرتي هنايا للجماعة شنو رأس مالها، شرتي للشركة الثانية الشريك الثاني رأس ماله، عمالة فاس خليتوها خاوية مبدئيا. ثانيا كما هو في بالكم وتوصلتوا به مراسلة من المهنيين، بعض المهنيين أنا لا أعرف مع من اشتغلتي وكيف شنو درتي، وحنا على كل حال في الهامش بالنسبة للمستشارين لا نعلم شيئا حتى تنجيو للدورة أو لا تتصفتوا لنا بالانترنت وتبقى تساؤل دائما مطروح. إذن هناك تشنج وهاجس كبير بالنسبة للمهنيين اللي راسلوكم سيد رئيس، راه توصلتي بالمراسله ديالهم وراه عندي في الواتساب، باغين يعرفوا المصير ديال المهنيين الحاليين مبدئين، باغين يعرفوا معناهم هما من الاعراب في هاد الشركه هذه ولا هاد الشركه هذه ولا هاد الخصاصه هذه، باغين يكونوا ممثلين في مع كما عيطتي لواحد العدد المهنيين يهضروا على انفسهم، انا لا ادري ان كانوا على صواب، تيقولوا بانهم هما لم يشركوا واقصوا من هذا المساله هذه، ما تخرجش في رايهم، وتاي في نفس الوقت راه تيقولوا بانه راه يبقاو واقفين بالمرصاد الا كانت شي حاجه غاديه في واحد الاتجاه معين، راهم غادي يستعد يديروا الاضرابات وغادي يوقفوا المحطه، وهذا ماشي من المصلحه لا ديال جماعة ولا مصلحة ديال المحطة الطرقية ولا مصلحة مين فيها ولا مصلحة ديال السير عموما فاس. تنطلب السيد رئيس بالتنوير ديالنا باش ناخذوا موقف من هذه المسألة هذه، وإما نمشيو مع نمشيو في الطرح المنافي. وشكرا. شكرا للسيد الرئيس والسيد المستشار على إتاحة الفرصة لي توضيح هذه النقطة، لأنه بالفعل هذه النقطة ديال إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية للمسافرين هي نقطة مهمة، وبغيت نرفع واحد اللبس اللي كاين في دفاتر التحملات واللي غادي ينقدوه. ما تنتكلموش غير المحطة الطرقية ديال باب محروق، محطة الطرقية شركة التنمية المحلية ديال تدبير محطة طرقية لا باب محروق، وإلا إذا تم إنشاء محطة جديدة، لأن هذه شركة التنمية المحلية ديال الجماعة وغادي يكون فيها القطاع العام. الكلام اللي تيتقال على أنه تم الاتصال أو تم اختيار لا، كلام غير صحيح نهائيا، واللي غادي تكون فيها غادي تكون الجماعة ونشتغل باش يكون الشركة الوطنية للنقل SNTL، الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، هذا هو النموذج الذي اعتمد على المستوى الوطني. كاين اشتغال ما بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز باش هاد الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك تدعم الجماعات في الممارسة ديال هذا الاختصاص ديالها، هذا اختصاص ديال الجماعة، الإحداث ديال المحطات ديال الطرق ديال المحطات المسافرين، وبالتالي ما كاين لا خصخصة ولا خوصصة ولا حتى شي حاجة، ما كاينش لا بالشرخي ولا بالغير، لا خصخصه ولا خوصصه. الشركه والعقار ديال الجماعه وسيبقى في الجماعه، والشريك الذي سيتم اختياره هو شريك عمومي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، المهنيين سيتم اشراكهم، وحنا درنا في اللجنه ديال التتبع
في اللجنة ديال التتبع أنه يكونوا ممثلين ديال المهنيين. الشركة ستحدث بين الجماعة وبين الـ SNTL ويكونوا الممثلين ديال المهنيين. هذا الإصلاح المرور من الوضعية اللي كاينة حاليا على مستوى باب محروق والتي قد تكون في محطة جديدة بغينا نقطعوا معها، باش تقطع معها خصك تدخل واحد الطريقة جديدة ديال التدبير، باش تكونش الجماعة مباشرة وتكون حاضرة لأنه هي الأساس ديال 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 الرأس المال، ولكن يكون معها واحد الشريك العمومي اللي هو هذا التخصص ديالو. وهذه التجربة نجحت في مدن أخرى، بدأت في مدن أخرى وبغينا نديروها. فهذا هو الأساس باش نرفع كل لبس الذي يدور عن أنه غادي يكون شي واحد من القطاع الخاص لا سين ولا جين، كاينش نهائيا. فليطمئن المهنيون المهم عندهم هو النقل، يقوموا بالنقل ديالهم. نزيد واحد المسألة واحدة أخرى، في الدفتر التحملات تم التنصيص على أنه يراعى الحقوق ديال المستخدمين اللي كانوا في الشركة السابقة، باش نرفعوا الهواجس اللي تدور غير باش في بعض الأحيان بحسن نية. المستخدمين هنا تم التنصيص على أنها تعطى الأولوية للعمال السابقين، ما تنتكلمش على المهنيين موالين هذوك الكرام، داكشي عندهم شغالهم، تنتكلم على المستخدمين اللي كانوا في الشركة السابقة. إذا ما كاين لا قطع خاص ولا والو، المستخدمين حقوقهم محفوظة. بقت النقطة اللي ثارها السيد الرئيس ديال التصفية القضائية، التصفية القضائية ديال الشركة السابقة ما تكملتش، ولكن في المحضر اللي دار العقار تنتكلموا، الشركة ستقام على العقار ديال المحطة الطرقي. العقار هو في ملك الجماعة وتم تسليمه للجماعة، وبالتالي من حق الجماعة أن تقيم شركة للتنمية المحلية على العقار الكائن، وان تتبع المسطره هذيك الطويله راه متابعينها، مشينا للمحكمه التجاريه مش لا الابتدائيه ولا الاستئناف. فبالتالي من الناحيه القانونيه الوعاء العقاري الذي ستقام عليه الشركه هذا مصفي. الشريك مره اخرى اؤكد واؤكد بان الشريك سيكون شريكا عموميا، وهذا توجه وطني في اطار الاتفاقيه ما بين ثلاثه ديال الوزارات الداخليه والماليه والتجهيز والنقل، باش لا اس ان تي ال تدعم الجماعات المحليه في الممارسه ديال في التدبير ديال المحطات الطرقيه. والنقطه الثالثه ان المستخدمين ستحفظ حقوقهم. الهدف هو نمروا لواحد المرحله جديده، والشركه مره اخرى تلح بانها لا تعني فقط باب محروق، هذا كوعاء اول. اذا كانت هناك من محطات جديده وكاين تفكير باش تكون محطات جديده، ستدمج في وقتها عبر قرار ديال المجلس. فهذه التوضيحات اللي بغيت نقدم بخصوص ما أثير حول شركة التنمية المحلية. هنا في كما تعلمون في الإحداث ديال الشركات ديال التنمية المحلية هناك خاصية في التصويت، أن القرار ينبغي أن يتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين وليس للأصوات المعبر عنها. لذلك فالتصويت سيتم بالحساب، يعني خصنا نعرفوا ماشي نقولوا غير بالأغلبية أو بالإجماع، نعرفوا العدد ديال المصوتين لفائدة الإحداث ديال الشركة احتراما للمادة 43 من القانون التنظيمي للجامعات. أعرضوا النقطة 19 للتصويت. موافقون؟ سيد كاتب المجلس حسب من فضلك لأنه خصنا النصاب. بالعدد اللي تيصوت هما أعضاء المجلس فقط، أعضاء المجلس هما اللي تيصوتوا، أعضاء المجلس هم اللي معنيين بالتصويت. لباقي الحضور الكريم ثم عاونونا بالدعاء الصالح باش يسر الله هذه الشركة. 51 سيد رئيس. العدد ولا نواب؟ لا هذيك 62. إذا 62 بما فيها الأعضاء ديال المكتب. إذن صوت المجلس على النقطة 19 ب 62 صوتا. المعارضون؟ لا أحد. الممتنعون؟ واحد. شكرا. نمر للنقطة 20 المتعلقة. تفضل السيد كاتب المجلس. نقطة 20 المصادقة على مشروع قرار بخصوص المخيم الجماعي بالمركب تربويز وغاسفلة بجماعة فاس وتطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالجماعات المحلية، فإن هذه النقطة معروضة على أنظار المجلس للتداول والمصادقة. للتوضيح أكثر، هذه النقطة، هذا القرار شنو هو أسباب النزول دياله؟
تتعرفوا السيدات والسادة أعضاء المجلس أن هذا المركب التربوي ديال زواغ السفلى هو ملك ديال جماعة فاس، تم إحداثه في السابق ما عرفتش السنة بالضبط، وكانت هناك بعض القرارات ديال المجلس ألغي منها ما ألغي وبقي منها ما بقي. في الميدان عندنا إشكال، وزارة الشباب والرياضة تدخل عندها واحد القرار بأن المجلس فوت لها هذا أو وضع رهن إشارتها هذا العقار، والقرنصنة من ناحية ديال الإطار القانوني أمام مؤسستين، مؤسسة ديال الجماعة التي تملك العقار وتدبره، ومؤسسة أخرى تهي تدعي أنها وضع رهن إشارتها العقار. أنا منين رجعت للقرارات، كاين القرار ديال 2005 والقرار ديال 2009، هاد القرارات كانت المجلس فاش دارها دارها مربوطة، تيقول أضع رهن إشارة ولكن الوزارة الشباب والرياضة خصها تطور، خصها دير استثمارات، خصها يعني ماشي غير التدبير، إلا كان غير التدبير الجامعة تقوم به، ولكن كان الاستثمار. ففي النهاية لقيت بأنه الاستثمار هو استثمار ديال الجماعة، ولكن من ناحية ديال الإطار القانوني ديال الممارسة ديال التدبير كاين واحد النوع من 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 التداخل. فالفحوى ديال هذا القرار أنه تلغى جميع القرارات المتعلقة بالتدبير ديال المركب التربوي حتى يعود تدبيره إلى الجماعة باعتبار أنه وعاء عقاري ديال الجماعة، وإلا كانت اتفاقية جديدة من أجل التطوير دياله تكون اتفاقية بالاستثمار، إلا عندهم بغاو يديروا تما مركب مخيم دولي ولا اللي بغاو يقولوا لنا شحال غادي يحطوا ديال الاستثمار وحنا نوضعوا هنا إشارتهم العقار ونمشيوا لقدام. أما من ناحية ديال التدبير فهذا عقار ديال الجماعة، فلذلك الهدف بخلاصة، الهدف من الإلغاء ديال القرارات السابقة هو التوضيح ديال الإطار ديال القانوني ديال التدبير ديال العقار كما هو واضح الإطار القانوني ديال الملكية ديال العقار. أفتحوا باب التداول في هذه النقطة. تفضل سيد المستشار.